تصريحك لو النقابة عملت تحليل مخدرات، نص الفنانين هيقعدوا في البيت، إهانة لأعضاء نقابتك وغلطة وندمان عليها ولا لأ؟ لأ، هي غلطة بس مش ندمان عليها. ليه؟ غلطة إن اتقال نص دي، يعني أنا كان المفروض أقول في شريحة كبيرة جدا مش تبقى في النقابة. غلطان في العدد يعني؟ آه.